أهلا بكم. في الفيديو الأخير كان لدينا سطح ثلاثي الأبعاد، حيث الارتفاع زد اقتران لإكس وواي أعطانا السطح في فراغ ثلاثي الأبعاد، وسنحاول الحصول على رؤوس اقتران له ثلاث متغيرات يبدو كهذا. وبالتالي فإن أسهل واحد بالنسبة لي تصور هذا مجال قياسي. ما هو المجال القياسي؟ واحدة وجدتها واضحة هي درجة الحرارة في غرفة ثلاثية الأبعاد. دعوني أقول أن درجة الحرارة لغرفة هي اقتران، حيث أننا في غرفة إنها اقتران له إحداثيات x, y, z. وأنا لا أعرف، لا أملك مثال على غرار درجة الحرارة، لكن دعونا نقول أن لدينا 20 كلفن. دعوني أجعل المجال المتجه لنا يسير لليمين. لنفرض أن قوة الحرارة لدينا 10 كلفن في مركز الغرفة. لدينا يمكنني التصور إذا ذهبت أبعد فأبعد عن مصدر الحرارة ستصبح أبرد فأبرد. لنقول أن اقتران درجة الحرارة، ونفترض أيضا أن مركز الغرفة إحداثياته X, Y و Z تساوي 0. لنقول أن اقتران درجة الحرارة لدينا بالأعلى. إذن هذا نموذج دقيق لدرجة الحرارة، سيساوي 20. لا، ليس 20، ليس 20، إنها تساوي 10 ضرب e للقوة سالب r تربيع. لماذا قلت r؟ قلت أنه اقتران لـ x, y و z. حسناً، أنا فقط أقول أنه يضمحل بصورة أسية بشكل كبير كلما ذهبنا أبعد فأبعد عن المصدر. نوعاً شعاعياً أبعد فأبعد من ذلك المصدر، ما هي المسافة الشعاعية؟ وهذا في الواقع ليس له صلة بتعلم التدرجات، لكن سأعطيك توضيح قليل عنه. اقتران درجة الحرارة الحقيقي كيف يتغير بالفعل كلما انتقلت بالغرفة. إذن نصف القطر بالابتعاد عن المركز سيكون إذن R تربيع تساوي X تربيع زائد Y تربيع زائد Z تربيع. هذه نظرية فيثاغورس للأبعاد الثلاثية. لنكتب اقتران درجة الحرارة لدينا، لنكتب درجة الحرارة كاقتران X, Y و Z. X, Y و Z يساوي 10 ضرب e للقوة سالب x تربيع زائد y تربيع زائد z تربيع. هي بالضبط كما كتبتها هنا. بدلا من x تربيع زائد y تربيع زائد z تربيع كتبنا r تربيع. هذه أعطتك توضيح أن هذا التعبير يقول لك مربع المسافة كلما ابتعدنا عن مركز الغرفة أو عن الإحداث 0 0 0. لكن ليس ما سنتعلمه، أريدك أن تفهم على الأقل تصور هذا. من الصعب رسم مجال قياسي. كل المجال القياسي يعني عند أي نقطة هي القاعدة، وفي هذه الحالة سنتعامل مع فراغ ثلاثي الأبعاد. عند أي نقطة في الفراغ هذا سنربط قيمة، وهذه تعطي معنى. إذا أخذت ميزان الحرارة وقست عند أي نقطة ما في فراغ الغرفة، واضح الآن،
ستحصل على درجة الحرارة، لن تحصل على درجة الحرارة والاتجاه، ليس مجال متجهي، فقط تحصل على درجة الحرارة، وهذا سبب تسميته مجال قياسي، يرتبط بكل إحداث درجة الحرارة. كيف سننظر إلى تدرج هذا الاقتران؟ حسناً، تدرج هذا الاقتران سيخبرنا في أي اتجاه بالفعل. تدرج هذا الاقتران سيولد مجال متجهي، لأنه سيخبرنا في أي اتجاه لدينا أكبر زيادة في درجة الحرارة، وأيضاً مقدار تلك المتجهات في المجال المتجهي. تخبرنا كيف أكبر زيادة في درجة الحرارة ننظر إليها، يمكنك النظر إليها على أنه تقريبا ميل ثلاثي الأبعاد. آمل ألا يحيرك هذا. إذا دعونا نحسب التدرج، وبعد ذلك سوف أظهر لك الرسم التخطيطي الذي يجعل الأمور واضحة أكثر. دعوني أمحو هذا الشيء هنا. سأحول عن اللون الأزرق لأنه قليل الوضوح. إذن تدرج تي سيكون مساويا للمشتقة الجزئية لـ t بالنسبة لـ x ضرب متجه الوحدة في اتجاه x زائد المشتقة الجزئية لاقتران t بالنسبة لـ y ضرب متجه الوحدة في اتجاه y زائد المشتقة الجزئية للاقتران t بالنسبة ل z ضرب متجه الوحدة في اتجاه z. والآن نحن في صدد معرفة المشتقة الجزئية. إذن تدرج t سيساوي حيث أن لدي اقتران e لثلاث متغيرات. إذن كيف آخذ المشتقة الجزئية؟ تذكر إذا أخذت المشتقة الجزئية بالنسبة ل x، إذن y و z تتظاهر كأنها ثوابت. دعونا نفعل ذلك. دعونا نأخذ مشتقة الاقتران في الداخل. هذه الطريقة، إذن ناقص x تربيع زائد y تربيع زائد z تربيع بالنسبة لـ x. يمكنك توزيع هذا الناقص إذا أردت. ستكون ناقص x تربيع ناقص y تربيع ناقص z تربيع. إذن مشتقة هذا بالنسبة لـ x تكون، هذه مجرد ثوابت، إذن مشتقتها بالنسبة لـ x فقط صفر. إذن المشتقة ناقص 2x، أليس كذلك؟ إذن ناقص 2x هي المشتقة لناقص x تربيع. إذن ناقص 2x ضرب مشتقة ما بالخارج. حسناً، ما هي مشتقة e للقوة x؟ إذن e للقوة x هي e للقوة x، هذا سبب كون e مذهل. إذن 10 هنا هي مجرد ثابت، عندما تأخذ المشتقة لثابت ضرب شيء ما. الثابت يحمل فوق، وبالتالي مشتقة التعبير الخارجي
الطريقة التي أتصورها هي 10 ضرب e للقوة ناقص إكس تربيع زائد واي تربيع زائد زد تربيع، ثم كل هذا ضرب متجه الوحدة للاتجاه اي، أليس كذلك؟ الآن يمكننا أن نفعل نفس الشيء لاتجاه واي، ثم زائد، ما هي المشتقة الجزئية بالنسبة لواي؟ ستبدو مشابهة جدا، المشتقة الجزئية للاقتران الداخلي بالنسبة لواي وهي ناقص، هي ناقص 2y، ثم مشتقة كل هذا الشيء نفسها مرة أخرى ضرب 10e أس سالب x تربيع زائد y تربيع زائد z تربيع، ثم كل هذا ضرب متجه الوحدة في اتجاه y أي ضرب j، ثم أخيرا المشتقة الجزئية لاقتران درجة الحرارة بالنسبة لزد، إذن ناقص 2z ضرب 10e 10e أس سالب x تربيع زائد y تربيع زائد زد تربيع. هذه قاعدة السلسلة، وقد اعتبرت المتغيرين الاثنين اللذين لم أخذ المشتقة الجزئية بالنسبة لهم كثوابت. كل هذا ضرب متجه الوحدة للاتجاه k، يمكننا تبسيط هذه قليلا، لديك هنا ناقص 2x ضرب 10 يصبح ناقص 20x، دعوني أكتبه هنا، إذن تدرج اقتران درجة الحرارة يساوي ناقص 20e أس سالب x تربيع زائد y تربيع، ربما لا يمكن قراءته، زائد زد تربيع ضرب اي ناقص 20، اسفة هذه 20x ناقص 20y. في الواقع لا اريد ان اتعمق لانني ادرك ان الوقت سينتهي، اعتقد يمكنك تبسيط هذا جبريا. على اي حال الشيء الاهم أن تجد التدرج، إنه من السهل حساب هذا، آسفة يشمل هذا أيضا، هذا كي تماما. هنا الجزء الأصعب هو التوضيح، لنحصل على توضيح ما هو تدرج الاقتران. في الواقع يبدو كهذا، ماذا سيحدث إذا أردنا معرفة التدرج عند أي نقطة في الفراغ؟ إذن تعويض x y و z هنا، هذا الاقتران المتدرج يمكن أن تكتبه هكذا، الاقتران المتدرج أو المنحدر هو اقتران x, y و z. تذكر T درجة الحرارة عند أي نقطة في مجال قياسي، عند أي نقطة ثلاثية الأبعاد فقط يعطيك عدد، عندما يكون لديك تدرج عند أي نقطة في ثلاثة أبعاد يعطيك متجه صحيح، لأن لديه مركبات I, J و K، حيث المقدار هو المشتقات الجزئية والاتجاه يعطى بواسطة I, J و K. انتقلنا من مجال قياسي إلى مجال متجهي، دعونا نرى كيف يبدو
اسمحوا لي جعلها أكبر قليلاً لنتمكن من اكتشاف ذلك. أعتقد هكذا جيد. هذا هو المجال المتجه. في الواقع هذا هو التدرج للاقتران الذي قمنا بحله، وكما ترى عند أي نقطة عندما يكون هذا برسوم بيانية، البرنامج الذي فعل هذا فقط اختار نقاط مختلفة وحسب التدرجات عند هذه النقاط رسمها بيانيا كمتجهات، طول المتجهات تماما هو مقدار المركبات X, Y و Z، ثم تضيفهم معا تماما كما تضيف أي متجهات، ثم اتجاههم يعطى من قبل الوزن النسبي لمركبات I, J و K. كما ترى فإن التوضيح جيد مثير للاهتمام. كلما أصبحت أقرب فأقرب إلى مصدر الحرارة لدينا، إذن معدل درجة الحرارة يزداد ويزداد. صحيح المتجهات كلما كنت أقرب تصبح أكبر فأكبر. دعوني أكبرها، دعوني أطير في المجال المتجه. سأكبرها، تبدو وكأنها تطير هنا. نحن الآن في المجال المتجه، يمكنك رؤيته كلما أصبحنا أقرب فأقرب إلى مركز مصدر الحرارة لدينا. المتجهات المعدل عندما درجة الحرارة تزداد تصبح أكبر فأكبر فأكبر. آمل ألا يكون مربك لكم عندما تكتشف التدرجات. أولا أعتقد أن الحساب بسيط نسبيا، إنها المشتقات الجزئية، لكن التوضيح دائما شيء مهم. ونأمل قياسا على درجة الحرارة، حيث نموذج درجة الحرارة سيقدم معنى لذلك. هذا يطبق على أي مجال قياسي. على أي حال سأراكم في الفيديو التالي. إلى اللقاء.